هلا والله فيكم. انا الحين في جيمز كوم قاعد اجرب لكم لعبه ميدل ايرث شادو اوف وار، هو يعتبر الجزء الثاني من لعبه ميدل ايرث شادو اوف موردر. طبعا قاعد اجربها على جهاز البي سي، كرت شاشه انفيديا 1080 تي اي، وزي ما تشوفون الجرافيك جدا رايق، صاير رهيب ويعطيني 120 فريم، يعني دلع دلع غير طبيعي صراحه. اللعبة فكرتها تغيرت زي ما تشوفون، ان صارت في مهمات، هذه الاشياء الزرق اللي تشوفونها هذه مهمات، فبختار واحدة الحين اللي هي كابتشر، انك تحتل على قلعة. لازم تكونوا عارفين اول شيء اني انا قاعد العب اللعبة الحين، قاعد اسجل صوتي بعد ما لعبت اللعبة لان ما في كان امكانية اني اسجل صوتي وقت اللعب. ونقطة ثانية، حطوني في نص اللعبة ما ادري شيء عنها صراحة، لاني انا لعبت الجزء الاول وختمته ومن زمان لعبة، يعني اول ما نزلت، فحاليا يعني اللعب حقي مرة صاير مرة مو عارف شيء صراحة في اللعبة، وما عطيني وقت كفاية اني اقدر ادرس اللعبة عشان افهمها، فبتشوفون تخبيص يعني. طبعا هذه بداية السيج او القلعة زي ما تشوفون، جيشي هذا اللي حطوا لي اياه، اتوقع ان بداية الجيم رايح يكون عندك جيش قليل او ما عندك جيش تبني جيشك حاجة زي كذا. وكما عهدنا من الجزء الاول الهياط حق الاعداء زي هذا الحين بيجي بهايط علينا الحين. يلا خذ لك. المحادثات جدا جميلة صراحة، أنا مرة تعجبني، بحيث أنه قاعد كانوا يسولفون مع بعض. أوكي الحين بحاول أدخل أنا هنا. أوكي فتح الباب. عاد في حاجات كثيرة، مرة اللي قبل كانت نقص من فوق، والحين فتح لي الباب. وهذا القتال زي ما تشوفون قدامكم. يا ساتر وش الزحمة، وين طبيت أنا؟ أوه كابتن. والله حق لك انت هايط. باك رهيب رهيب صراحة، عجبني مرة النقاشات هذه، الحوارات مرة تعجبني في اللعبة ذي. يا ساتر ثاني. اوكي اولوث كم واحد؟ ثلاث اربع كباتن خمسة، حرام عليكم. اوكي الحين قاعد تعود على سيستم القتال زي ما تشوفون، تقدر ترقى فوق خصمك وتقدر تطلع الجن اللي داخلك اسميه انا، انه يقدر يضرب بدالك وحاجه زي كذا. فالتنوع كثير في القتال، هذا حلو في اللعبه، وبرضه كل ما تطور شخصيتك كل ما تقدر تسوي حركات اكثر. انا اذكر الجزء الاول لما لعبته وصارت فيني مرحله اني صرت اقوى من اللعبه كلها، لدرجه قمت اذبل الاعداء بكل سهوله. فاتوقع بيصير كذا في الجزء هذا، ما اعرف صراحه حاليا. اتمنى لا صراحه، اتمنى يكون الموازنه ضبطوها صح عكس الاول. اوه خويي مات هنا، هذا خويي مات صح؟ بعدين يجيني حاقد علي يصير ينضم لهم، فدائما القصه تتغير حسب لعبك انت. اوكي هنا طبعا زي الجزء الاول ايضا، لما تموت يعطونك فرصه انك تحاول تعيش، بحيث انك تضغط الزر المناسب في الوقت المناسب. وقدرت اعيش. انا قاعد اجلد او انجلد. اوكي نايس، واحد منهم مات من الكباتن، ما اعرف كيف مات اصلا، واحد ما ينفع يذبحه. فهذا الحلو، حتى اخوياك يعني قاعدين يخوضون معركه، فكل شيء حولك يتغير، كل شيء ما في شيء يوقف عشانك انت. يا ساتر. هنا غلط بالزر، فرمني. خلاص انا مت خلاص من اول ضربه اصلا، ايش قاعد تسوي؟ طيب خلينا نجرب مود ثاني الحين، هذا المود مره صعب حاليا، فخلينا نجرب مود ثاني. لحظه، في حاجه ثانيه اقول لك عنها، نفس الاول ايضا. هذا ما دام يقول هو ما يسامحني، يعني لو رجعت له ما ينساني، بيلفل على راسي ذا يترقى. طبعا هذا اللي يصير الحين، ما دامي انا مت فالحرب كانت تمشي وخسرنا الحرب وصارت اشياء كثيره، هذه الاشياء اللي صارت تطورات، الوقت مشى. اوكي ما ادري ليش تهاوشوا هم اثنين ضد بعض، صارت نزاع داخلي وفاز هذا، صار هو الكابتن الجديد. الحين مثل ما قلت لكم خلينا نشوف المود الثاني كلمتك عنه. هذا مود اسمه ترث، ترث ثق واحد من الشخصيات اللي كانت موجوده في ميدل ايرث، يعني بلعب شخصيه ثانيه الحين، والشخصيه هذه اتوقع تكون في الماضي فبلعب في الماضي.
لو تشوفون هذا الحين انا راكب التنين. طبعا التنين هذا هو انا راكبه لانه جيب لي اياه بنص الستيج يعني اني انا راكبه. بس التنين هذا فعليا تقدر تاخذه يعني تسيطر على التنين وتركبه. المهم هنا اللي لازم اذبح هذول الكلاب اتوقع تتكلم زي الكلاب قبل ما يصل نقطة معينة بالخريطة. وايضا لازم اساعد 3 تنانين في نفس الوقت يعني ما هي سهلة صراحة. التحكم بالتنين ما هو صعب مرة صراحة بس يبيك تعود عليه خاصة اطلاق النار جهته تكون مزعجة شوي بحيث انك ما تعرف ابعادها كيف تنطلق يعني. راح خليني اوريكم كيف انقذ تنين. الحين هذا تنين واحد مربوط طلقت عليه النار طلع التنين. الحين انا الحين انقذته حسب التنين الثاني بعد انقذته سلام والله. لحظة ذولك وصلوا. هذه المشكلة الالعاب اللي زي كذا لازم تكون مركز فيها لان المهمة فيها اكثر من شيء تسويه انك اول شيء قلتلكم لازم تنقذ 3 تنانين وبعد غير بعد ما تنقذهم لازم تذبح الكلاب ذولي بعد الصغار. فالحين خل نركز الحين معاهم. اوكي هذا الكلاب كم 9 12 ما ادري كم صراحه عندنا. فقاعد الحين خل نركز عليهم هالمره. زي ما قلتكم التحكم ما هو صعب صراحه بس تعودت عليه. اوكي هذا لكم الحين رايح هذول. تقدر تسرع بعد بالتنين زي ما تشوفون. ما خليهم يحبون. عند الباب ما يبي رايح ما رايحين خير. بروكن اتوقع انه يكونون يعني انت وقفتهم مؤقتا بعدين يرجعون يمشون. اوكي شوف هذا متى ما يمشون فعلا بروكن ما ينفع بروكن لازم يبات. لا خلاص ما مداني. طيب انا على كذا وردتكم تقريبا المودز اللي موجوده بعضهم مو كلهم في مودز ثانيات برضه موجوده في اللعبه لكن للاسف انتهى الوقت عندي الحين فما اقدر اكمل اللعب لان اعطوني بس ساعه واحده اشوف اللعبه اجرب اياها وكل شيء. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. عجبكم الفيديو حطوا لايك وسووا سبسكرايب لقناتنا وترقبوا فيديوهات كثيره ان شاء الله. الحلقه الثانيه حتى بجيمز كوم بنحطها ان شاء الله في الموقع. العاب كثيره فاجئكم فيها ان شاء الله. حلقه شيحه مع السلامه.